كما يدار المخيم في الصحراء. لازالت الزعامة هي ولا زالت الريادة ومقاييسها ومعياراتها هي ولا زال التفاوت بين الناس هو ولا زال الميزان الذي يوزن به الناس هو القشر تغير، اللب لم يتغير. هذا التنظيم الصحراوي للسلطة في إقليم الخليج يتمثل في انغلاق القرار السياسي، بحيث تجد الناس كلهم متفقين على شيء لكنهم كلهم في حالة انتظار وشلل وعجز، ينتظرون قرارا سياسيا. من يضع القرار السياسي في منطقة الخليج والجزيرة؟ أفراد يعدون على الأصابع، أصابع اليد الواحدة. هذا هو مخ التنظيم الصحراوي للسلطة. يقابل هذا التنظيم الصحراوي للسلطة هناك فرص للتعليم. ناس سافروا إلى الخارج ودرسوا وحصلوا على أعلى المؤهلات من أرقى الجامعات في العالم، ويشار إليهم بالبنان في تلك الجامعات. لكن عندما يصل إلى المطار في دول مجلس التعاون الخليجي عليه أن يخلع رداء التخصص ويلبس رداء آخر، رداء يتمشى مع الواقع، يتمشى مع واقع التنظيم الصحراوي للسلطة، ويتمشى مع التخلف الشديد اللي بتعاني منه السلطة، ويتخلى عن كل أسلحة الحوار والمكاشفة والمصارحة والأخذ والعطاء ليتحول إلى رقم من هذه الأرقام التي تكتنز بها دول مجلس التعاون الخليجي، أرقام الإفداوية، أرقام الأتباع، أرقام الشخص الملحق. أكو ظاهرة الشخص الملحق في الخليج، ملحق ليس له كيان، هو ملحق، البيت قائم في كل المرافق، تستطيع أن تستغني عن الملحق. هذا التمزق اللي حاصل بين اتجاه السلطة للحفاظ على الخواص الداخلية للقرار واعتبار القرار سر من الأسرار، وبين انطلاق الشباب للتعلم وكسب المهارات والانكشاف على تجارب الشعوب والأمم والحوارات والالتقاء بالأحزاب والاحتكاك الفكري بتلك الأحزاب والمشاركة بتلك الأحزاب في الخارج والقراءة والاطلاع والتحصيل والتزود
والتتبع الثقافي كله لازم ينتهي لما توصل للمطار. كل هذا لازم تنسخه وترضى بالقالب الذي إما يفرضه عليك التنظيم الصحراوي للسلطة فرضا، أو يفرضه عليك الدائرة اللي أنت بتعيش فيها، عشيرة، قبيلة، طائفة، سميها ما شئت. لكن المهم أن المؤهل الخليجي يفقد كل ملحة، كل نكهته، كل طعمه عندما يصل إلى هذه الصحراء الحضارية. فهنا مجتمع السيف والمنسف، هذا سيف وهذا منسف، ولا خيار لك إلا أن تأكل من المنسف وتدنق للسيف. تنظيم الصحراوي للسلطة هو الذي أفرز مجتمع السيف والمنسف. فالناس يا إما خايفة يا إما طمعانة في الخليج، الناس يا إما خايفة يا إما طمعانة. هات حلال حرام مش مهم، يجوز ما يجوز مش مهم. يا أخي قانونا ما يجوز، يقول لك المواطن مش مهم. أنا كنت في مجلس الأمة ويأتيني المواطن ويقول لي مو مهم هذا قانوني ولا مو قانوني، أبي هالشيء أخذه. كيف تحول هذا المواطن المصلي إلى عتمة أخلاقية؟ كيف؟ تفاوت في الثروات، تفاوت في الدخول، الظلم الإداري، توغل السلطة هو الذي أفرز هذا المواطن. الظاهرة الرابعة والخطيرة، الخطيرة جدا، التي نعيشها في واقع المنطقة، هو فرض النموذج الغربي على المنطقة. وهذا واضح في بيوتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في طرقنا، في مؤسساتنا، وزاراتنا، واضح جدا. وفي الفترة الأخيرة هناك تشجيع ودعم وتحريض للمواطن بأن يتغربا، يصير غربي. وتتعامل السلطات الإعلامية والثقافية مع هذا الجانب من حياتنا وكأننا نبتة وحشية في البرية، ليس لنا تراث، ليس لنا جذور. من نحن؟ هل نحن عرب؟ هل نحن مسلمون؟ هل لنا مرجعيتنا الخاصة غير أمريكا، غير أوروبا، غير بريطانيا؟ أم أن إحنا ملحق حضاري للولايات المتحدة وللأوروبيين؟ نحن أمة عربية إسلامية، يفترض أن تكون لنا مرجعيتنا، نكهتنا، روحنا، الطريقة التي تدار بها الأمور.